بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ومعكم اليوم حلقه جديده من برنامجكم المطبخ الحضرمي، طبعا برعايه من شركه بي ام سي المحضار. ونحن اليوم ان شاء الله بنقدم لكم طبخه جديده ان شاء الله مع الشيف ابو عبد الله، وسعداء جدا ان نلتقيكم في هذه الحلقه بمكونات جديده وبرضه بوجبه حضرميه اصيله اليوم. وطيب نطلع فاصل ونرجع لكم ان شاء الله بعد الفاصل، كونوا معنا. بالله عليك عدنا اليكم مشاهدينا الكرام مجددا، وطبعا برعايه بيت الجوده بي ام سي المحضار. وطبعا دعونا نرحب بالشيف ابو عبد الله اللي بيكون اليوم معنا ايضا متواجد من ضمن تقديمه لكثير من الطبخات الجديده. اهلا وسهلا بك ابو عبد الله، حياك الله. يا اهلا وسهلا. حياك الله، ومعانا اليوم ان شاء الله طبخه جديده ونتعرف عليها من خلال الشيف ابو عبد الله. يا هلا وسهلا، الله كيف حالك؟ طيب الحمد لله ما شاء الله. ان شاء الله حياك الله. طبعا يتجدد اللي قام معك، ويتجدد برضه النكهه والحاجات الحلوه والطبخ الجميل. واليوم برضه معنا طبخ بحري على ما اظن، يعني ممكن ابو عبد الله تعرف المشاهدين بوجبتنا. هذا اليوم معنا الوجبه هذه صانه الخم. صانة الخم بالباذنجان. صانة الخم بالباذنجان، يعني اليوم فيتامينات حضرمية مشاهدينا الكرام. اليوم معنا اللخم الحضرمي اللي هو يعني ما يتقنون الا الحضارم، صح؟ صحيح. وافضل واحد اليوم بيتقن ان شاء الله ابو عبد الله بيورينا لمساته ان شاء الله، ومميز في عملية الطبخ. ابو عبد الله ممكن نعرف المشاهدين الكرام بالمقادير للطبخة صانة الخم؟ نعم. طيب تفضل. نعم. معنا حدود احسبها بالعدد، ثلاثة ستة تسع حبات قطع. تسع قطع لخم. لخم. طيب انواع من اللخم طبعا يا ابو عبد الله. هذا يا حبيبي الخم يقولون جريني. جريني رقم واحد هذا طبعا. كذا ماشي منه انواع، يعني منه انواع، لان هذا لما تقيه يطلع ابيض يعني ينزل أبيض. والملح يعني فيه قليل. ايوه قليل. يعني الملوحه فيها قليل. طبعا مشاهدين كرام يعني تسع قطع لخم. نعم. ونضيف طبعا غليته من قبل. نعم. يعني فوروا على قولنا بالحضر، فوروا يعني صفيته. مغلي وكده جاهز الان. نعم. للطبخ. صحيح. معانا ومعانا البندوره هذا الطماطم وبصل محمص. ايوه وبصل محمص والثوم وعرقين بسباس. عرقين بسباس اخضر بالاضافه الى الباذنجان. الباذنجان ايوه اللي هو الينضال او يقولون له الباذنجان. هذا قيمه غذائيه فايده فيه. نعم والله. في بعض يقول لك هذه يجيب لك النوم. صدق ما يجيب النوم. يعني الافتراء على الينضال والباذنجان. نعم. طيب بغيت اسالك كم حبات دي سويت؟ هذا حبيبي حبتين صغيره. صغيره خليتها في شكل سلايس كده. والشكل طولي شكل طولي. الملح هذا الا نادر بشيل الا قليل لانه هو كذا يعني فيها ملوحه. ملوحه نعم. طيب ومعانا الهيل. الهيل وهذا الروبيان هذا البلاشان. الروبيان البلاشان هذا يعني مكون من ايش ممكن؟ هذا والله مكتوب مسيل فيه الروبيان هو بس يكون في السوبر ماركات موجود. في السوبر ماركات ما مش الا في بعض الدكاكين تحصلها حق البهارات الفرعيه حق البهارات. حق البهارات لان حق دورنا في المكلة ما حصلنا فيه. لكن ممكن اسمه من جديد هم يقولونه بلاشان. يعني بلاشان. البلاشان هذا يعملونه قبيله خاصه. ومتكتمين على السر حقه ما يروح احد. ما طيب يعني يعطي للاكل ايش؟ يعطي لك الطعم. طعم وخصوصا يعني الصنبل وخصوصا مع نعم مع الخم يعطيك يعني طعم ما شاء الله تبارك الله. نعم. بالاضافه للحمر. الحمر التمر الهندي. التمر الهندي يعني انت نقعته ونقعته. نعم. خليناه يعني صافي وسهل. نعم. طيب ونشوف دي ومعنا هذا الكمون وهذا الشبرم والكمون والصلصه طماطم. نعم. طيب كل المكونات هذه برضو مع الزيت هذا. ان شاء الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله ونشوف ابو عبد الله. نعم. ان شاء الله اليوم بيتحفنا مشاهدينا الكرام بصانه اللخم، يعني مشهورين الحضار ما شاء الله تبارك الله. اللخم بو مع الرز ولا صانه حق الخم. نعم. فوق الخبز ولا فوق صحيح. فوق البراوتو يعني مره مرعوش. حدود معلقه كبيره او معلقتين. معلقه ونص قلت او معلقه ونص. ايوه دائما هكذا المقادير على معلقه ونص لان كثر الزيت مش من الزيت مش حلو يعني. نعم. طبعا الزيت نبدا اول بالطماطم. اول حاجه نحط الطماطم لان البصل كده محمس معنا. البصل كده محمس. نعم. البعض يطحنوا الطماطم. البعض يطحنوها بالخلاط. يعني يكون بالخلاط مضروب بالخلاط الطماطم. انا بوتها التقليديه يعني تتم محلها هكذا. تكون يعني الشكل وال عشان تطلع حلوه كذا. صحيح. نهايه اللهجه فعلا.
شوف اللي خم منه انواع، في نوع يقولون له فكس يعني لو اسم تعرفه؟ نعم. اوه يدخن في الحلق اب يخري لك كهرة ويخليك هذا يعني برميل بوزي بتشربه اب. نعم يعني يركبون لك بيب حق الجو. نعم وانتبه لهذا حذاري لا تاكله في رمضان. شوف بيجيب لك الشهر بتصلي البيب بترجع بتصل رجلك وديابس. خاف الله بيخليك صحيح بيسحب الماء كله اللي في جسمك. نعم 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 عادوا كمان الناس اللومي بيغلونا تو هاخي بس لازم يعني تنضج نخليها تنضج ايوه عشان انها تكون يعني تستوي اكثر يعني ايوه بعدين لما تنضج كده تعطينا صوص اكثر يعني تكون اكثر طيب ابو عبد الله قلت لي يعني نرجع شوي للوادي هناك والحاجات الحلوه في الوادي. نعم حبيبي زياره قبر النبي هود يعني عندكم ممكن يعني اخذ منك معلومات يعني زياره هناك ما شاء الله أمه ناس تحضر يعني انا يعني بعطيك معلوماتي هذه السياحيه لكن الدينيه ما بقدر ادخل ايوه صح ممكن السياحيه كيف اللي تكون هناك ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله في دكاكين هناك في عالم ناس يجون في تجار يجون ببضايعهم يعني وهو شوفوا يعني سوق مفتوح وبعدين شوفوا شعب والشعب هذا يعني في بيوت والبيوت هذه تقول ايش الحين وين اهل هذيلا كان هم اصحاب عاد ولا جو هلا وقت شعبان وكلها اليلس يلسونها 7 ايام سبع ايام بس فقط يلسون وطبعا في مطاعم ومطابخ وحاجات كمان كذا حلوه في مطاعم فيه دكاكين فيه يعني ما شاء الله تبارك الله وبقيه الشهور هذه السنه مدار السنه الا كزياره بس نعم تعزلك انت وعائلتك كذا يقول يلا بنا زياره هود والبيوت ما يقولونها بيوت يقولونها خدور يعني خدر يعني خدور يعني صغر حجمها ولا هي اصلا باللغه العربيه الخدر هذا طيب اشوف هناك جمال عليك نور هذا حق الهجن هذا ايوه يكون هذا سباق هنا نعم هذا يكون سباق الهجن ما شاء الله تبارك الله المره دي قال 130 130 هذه راح لناقة هذه بين بين ناقة وجمل يكون سباق يعني نعم يعني كيف تأتي يعني قبائل ولا شباب لا 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 لا, لا شباب من يعني جميع الأوساط طيب الآن بتحس الثوم حبيبي الثوم نعم ممكن مع القونوس هات البسباس البسباس الأخضر تفضل هذا نهبده دي انتهى دور الثوم صح خلاص خليت طلبي اسمه ايوه يعني كمية بس شوف يوم تطلع من النار من هنا يعني هذا تنيحه تنيحه تخليه ينيح صح ويكون يعني طعم فيه طعم لذيذ حلو الان يبي البصل البصل اللي هو محمس صح؟ المحمس هذا المحمس المدقوق عاد المحمس المدقوق يعني المرحلة الأخيرة يعني البصل تحاول تحطه انه يكون بعد الطماطم لأنه طفيبه بس طفيبه يعني تحاول انه تكون النار هذه طبعا مشاهدين الكرام الحمر او التمر الهندي شوف منه بعده اصفر وبعده اسود نعم نعم أسود نعم وحامض هذا انا خليته يعني اصفر هذا هي مش الاسود هذاك الداك يعني تشيل منه بس ممكن عاده بتاخذ منه خله باخذ منه طيب نخليه على جنب هنا لو حطيته له باخذ منه ابو عبد الله طبعا احنا عندنا هنا في الساحل يعني من ضمن الزيارات يقولون له زيارة الست من شوال عندنا هنا في منطقة في عندنا في الشحر برضو الست ولا السبع شهداء وزيارة السبع شهداء برضو يعني ما شاء الله تبارك الله الواسط زيارة الواسط في تكون في الشحر الواسط هذه هذه نسبة للمدينة هذه في منطقة يقولها الواسط ايوه هذه حق المحاضير هذه يقول لك المضبي واللحم والهبيش من شو يعني وناس مرعوشين لكنها زيارة هذه دينية ولا كيف يعني ولا هي يعني بعد انه مصوم الست ممكن انه يسوونها دينية يعني ايوه يعني تقع فيها موالد تقع فيها بعد شو يعني تقع فيها موالد ما شاء الله تبارك دنيا ودين يعني وبرضو عندنا هنا من العادات يعني هذا في بعد العيد لكن في رمضان عندنا الختاميات انتوا تبدا عندكم الختاميات من كم هذا نحن عندنا من 9 من 9 من 9 في رمضان نحن بعضهم من 15 ايوه كيف اسم حد تقدمني هي تفضل هذا معنا الكمون ومع الكمون هذا شبر مع شبر حلو هذا الهيل هذا وباقي معنا الصلصة وهذا الروبيان هذا البلاشان البلاشان يعني اللي تبت تدور له ما تحسه ايوه اسره هذا تجيب قليل ما
نجيب لهم باموس طيب. ان شاء الله ايوه طيب يعني الان انت حاولت تذوبه ذوبته موزته كامل يعني ذوبته يعني. حطيته في نعم. الهدف انه يسوي قلت لي اوه طعم 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 يعني. عريح اه طعم نعم. عريح والمكونات ما حد عارفها شيء لا هذه اسره هذه اسره هذه في تريم هذه اه سري نعم. للغايه شفت كيف سري للغايه هذا لا يمكن تطلع عليه اها نعم بعدين حطيت شوف 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 بدات الريحه تطلع اها حط الحمر ابوي حمر تفضل ايوه نكمل الباقي البلاشان لازم احط رجع البلاشان طيب رجع ونخلي البلاشان قليل يستوي كذا ايوه شوي عشان انه أيوة. ياخذ له شوي في النار نعم اه بالبادنجان ها؟ بالبادنجان خام اليوم بالبادنجان كذا لو سمحت ما قريب ما 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 هاي زيد لي عدد كوب لان البادنجان يشف اه يسحب يشف فقلت لك يا ابو عبد الله طبعا بالنسبه لل عندنا في الساحل في يكون الختاميات وكل يدعي الاهل واصحابه كذا ما شاء الله تبارك الله ويكون عزايم والناس تزاور حتى احنا لك عندنا في تريم لكن انتم عندكم الختاميات هذه تبدا من تاريخ كم؟ في بعضهم من 12 في بعضهم من 15 ما شاء الله على اساس لكن قوتها هذه 15 هذه قوه يعني 15 لانه صح كلام يعني تكون ليله معظمه كذا ايوه صح فيدعون الاهل وبرضه يعني تتنوع فيها الوجبات نعم والماكولات نعم في, نعم في, نعم في نعم رمضان صحيح صحيح ورمضان يقولوا يجيب رزقه ايوه رمضان يجيب رزقه سبحان الله اللهم لك الحمد نحن هكذا عندنا ختومات تحصل لك من تبدا من 9 مع 9 هذا في او 6 عند الاخ محمد محمد صبيح هذا المصور ايوه هذا يقول 9 في دمون وبعدين تبدا تحصلها عقبه وال11 في مكان الفلاني 12 عقبه 13 في مكان الفلاني يعني قصدك انه يكون ليالي وتر يعني ليالي وتر يعني نسي تحصله يقولون عقبه شفت كيف وبعدها تحصلها هكذا طيب دائما تحصلها تي في وتر ابو عبد الله انه الصلاه عندكم تروح من اول الليل الى ما قريب الفجر وبتبدا هذه الصلاه من الساعه 8 ما شاء الله 8 وشلها لمان الساعه 2 ما شاء الله كل هرتك نعم وبعض احيان تشوفهم تحصلهم الساعه 2 يعني المهم يخرجون هناك على السحور ما شاء الله نعم في بعض المساجد ما تفوتك الصلاه ابدا ما تفوتك الصلاه بعدين موزع الصلاه يعني في مثلا موزع يقول لك صلي الساعه 8 يقول لك 9 يقول لك هذا الساعه 8 هذا في الجوهري او 7 ونص او 8 في الجوهري هذا الناس يصلون في الجوهري اللي هو مستعير يروح يصلي في الجوهري مسجد نعم اسمه الجوهري الساعه 9 تحصل يقول لك في عبد الله بن شيخ 9 الاربع في مكان الفلاني يعني موزع عشان نعم. تدرك الصلاه في نعم. اي ساعه يعني نعم اخر صلاه هناك يصلون في الكاف هذا اللي عرفنا في المنطقة حقي الساعة 2 يصلون اوه نعم يعني بعد منتصف الليل المحضار هذا الساعة 12 ما شاء الله مسجد بعلوي الساعة 11 في أي مكان تحصله ما شاء الله يعني موزعين موزعين نعم يعني الصلاة ما تفوتك أبدا يعني يعني تدركها جماعة تدركها يا جماعة نعم طيب اللي اللهم لك الحمد يعني أبو عبد الله تقريبا كم قالوا هذا لما بيجهد هذا عند نضوي الباذنجان لما ينضي الباذنجان طبعا أكيد بيشرب من ايوه نعم والتمر الهندي اللي هو الحومه ايوه انا اشتري صوص يعني يكونه يكون كذا رزين الصوص أيوة. ممكن تاخذ فاصل لي ها ممكن ناخذ فاصل طيب ناخذ فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع لكم ان شاء الله قبل ما نحط اللخم مع بيت الجوده بي ام سي المحضار ونرجع لكم ان شاء الله الراعي الرسمي لجميع حلقاتنا في الموسم الثالث وفاصل ونرجع لكم مشاهدينا الكرام وبالله عليك اليوم الخم We'll be right back.
طبعا مشاهدينا الكرام عدنا اليكم يعني بعد الفاصل، واليوم معنا طبعا صواني الخم البادنجان او اليندال طبعا المعروف، والان بدا البادنجان يكون جاهز صح؟ آه ما شاء الله تبارك الله صحيح مرعوش بدا ايوه بدا يحس. واللخم يعني في المراحل الاخيره؟ لا خلاص الحين بحط اللخم الحين بحط اللخم يعني كل القطاع هذه كميه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله اللخم هذا ما. طيب وال عاد الملح 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 ايوه عشان ما ننسى الملح ايوه وتوست بس كذا شوي بشوف عشان يتشبع بالبهارات عشان يشبع بالبهارات وبشوف اسمه مدى الذوق عشان انه مثلا هل انه مالح ايوه هل يحتاج ملح اكثر ايوه ولا اللخم شوفه مرعوش مرعوش كذا مرعوش اللخم طبخه حضرميه ذي طبخه حضرميه نعم الحضارهم كلهم يعني يحبون اللخم نعم هذه تستاكل مع اي شيء مع الخبز مع الرز مع بس كله بس لكنه نشوفه ما هو حق رمضان يعني واحد يقول سحور ولا ايش لا كان ده ما يخليك تشرب كثير لا ذي النوع إيه طبعا انواع منه هذا انواع منه هذا الخم يعني نعم. ممكن الاجود هذا القرين القرين هذا اللي رهيف ايوه رهيف هذا ما شاء الله القرين يعني هذاك يستعملونه في دواء في لو عندك يعني في علاج بس هذا القرين مع السمنزين مع الثوم هذا يعالجون به ايش مثلا من ما يعني والله لو عندك يعني تحصل اصابه كذا تعبانه ولا شيء يعني يشدك 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 اللحم هو يشدك اكيد نعم شفت كيف أيوة. هذا يستعملونه وعاد شيء انواع ثانيه غير وفيه القطقطه 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 وفيه لا اله الا الله محمد رسول الله انواع كثيره انواع كثيره يعني الان شبه جاهز ان شاء الله نقول شبه يهد ما شاء الله تبارك الله صلوات الله تبارك الله يعني ما شاء الله تبارك الله يعني ريحه اللخم شوف الملح بالها حاجه بسيطه بس حاجه بس يعني ممكن نص معلقه هكذا نص معلقه صغيره نص معلقه صغيره بخلص. لازم تتوزع بطريقه صح شفت لانه شوفوا عاد تزيدوا ملح وهو كده اصلا مالح اللخم صحيح بعضهم يعني بعدين قاعد الذوق بايخ يعني صحيح لكنه الناس بالذوق بالفنيات بالدوق. يعني ينقص ولا يزيد عنده ايوه ينقص ولا يزيد عادي بعدين ممكن ممكن تزيد ملح يعني أيوة. أيوة. صحيح ممكن حتى كده جاهز في على السفره ممكن انه صحيح. طبعا انه يكون ناشف وتقدمه ولا ممكن يكون في زي الماذا يعني كيف يعني يقدم على اساس انه ناشف ولا ممكن انه هو له هو ناشف وله هذاك اللي اسمه السائل يعني بحيث يعني صوص يعني يكون كذا رزين يعني لما تحطه كذا يستاكل يعني مع اي شيء كذا يعني صوص رزين كذا ما هو تقول يعني ذاك الرزين رزين يم ولا هو تقول انه السائل ذاك خلي يعني بين البين زي هكذا شوف ممكن انه هذا يعني هكذا صوص هكذا شوف هذه قاعد فوق الرز مرعوش ما شاء الله تبارك الله مرعوش ان شاء الله خلاص الان الان يعني نجيب صحن التقديم صحن التقديم جاهز ما شاء الله تبارك الله يعني ما شاء الله شوف كمية بسيطة يعني ما شاء الله بتأكلك بتأكلها مجموعة كبيرة يعني صحيح الباذنجان الباذنجان مع بس شوفوا دي لو بتضحك على حد يعني دي ما يعرف الطبخة حق أبو حضرم بيطرح يده على اليندال تو هو بتعذره اليندال لا شوفوا كلهم عينه احنا بتكون رطبة معه ايوه عمر لك لكن المرصود ذي كل ما انت مداري قوم هو يشيل لقى ابحث عن الكنز شادي كرام طبعا نحاول احنا شوي نمزح معاكم بس صحيح ايوه وسلمة يداك يا يا ابو عبد الله ما شاء الله يعني شفتوا يا مشاهدين الكرام يعني حاجات بس بسيطه كما قلنا لكم موجوده في السوق كيف بس انه الواحد لازم انه يحاول صحيح ايوه يعني عشان انها تقدم بطريقه حلوه صحيح وشوفوا مشاهدين الكرام طبختنا اليوم ان شاء الله بتكون جاهزه وللاكل وبصحه وعافيه ان شاء الله والله يعطيكم الصحه والعافيه ويعطي ابو عبد الله كمان أمين الصحه والعافيه امين يا الله زي ما شفنا ريحه اللخم يعني ملعلع الدنيا يعني وبرده اليوم كانت معنا صانه باللخم بالبادنجان او اليندال باللهجه الحضرميه الدارجه وزي ما شفتم المقادير والكميات وبرده كان يعني تميز وابداع من
المبدع الله ابو عبد الله ما شاء الله تبارك الله، كلك ذوق كلك ذوق. طبعا مشاهدينا الكرام الـ 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 الكميه كانت ممكن الان زي ما شفنا يعني حوالي 9 قطاع، ولكن اصبحت الكميه وايد عشان انه ممكن الواحد انه بيعزم اكثر. انت وايرانك كذا، وانت وايرانك والبركه فيها، والبركه فيها ان شاء الله باذن الله تعالى. ما شاء الله. نعم. اذا مشاهدينا الكرام يعني سعداء كنا معاكم في هذه الحلقه، قدمنا لكم اليوم ثانية اللخم بالبادنجان، وطبعا شفنا فيها المقادير والكميات اللي هي تم تحضير لهذه الطبخة، ونلقاكم إن شاء الله في الفقرة التالية بعد الفاصل، وبصحة وعافية إن شاء الله. ثانية اللخم بالله عليك بالله عليك. اهلا ومرحبا بكم تاني كرام، طبعا في الفقره الثانيه من حلقتنا اليوم الجديده من برنامجكم المطبخ الحضرمي، و بيك الجوده طبعا برعايه شركه بي ام تي المحضار. واهلا وسهلا بالشيف حسن. طبعا الشيف حسن دائما الخضار والاشياء الجميله جدا موجوده هي على 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 الواقع، لكن من يصنع منها الشيء الحلو والجميل هو الشيف حسن معنا اليوم في المطبخ. ان شاء الله بيورينا كيف السلطات والحاجات الحلوة. طبعا اليوم معنا سلطه جديده، اليوم معنا سلطه جديده، وسلطه طبعا الباذنجان المقلي. الباذنجان المقلي او الينقال. ايوه طبعا قد قطبناه وقد قلناه زيت وقلناه وقد جاهز هنا. طبعا معنا باذنجان طبعا حق يعني حبه واحده ولا ممكن حبتين على حسب الكميه اللي مطلوبه. حلو. طبعا هذا الباذنجان اللي معنا طبعا ارش له كمون معلقه ونص معلقه، ارش له ملح ارش له شويه ثوم معلقه ومعلقتين، شويه خل شويه زي زيتون. ايوه بعدين طبعا برضو يعني وهذه الاشياء الثلاث ممكن نعرفها. هذا طبعا بعدين الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه يعني اول شيء الخطوه الاولى طبعا هذا البطنيات قدقناه وجهزناه كل شيء تمام، قطبناه مربعات يعني ما ينفع انه يكون دواير، ممكن ولا على حسب الدواير حسب ولا. لا دواير يعني يفضل كذا انه يكون مربع، تقطبه وتجهزه وتطرح المقله وتقليه. طبعا احنا قدقناه وجهزناه وكل شيء تمام، بده مستوي وجاهز. طبعا نطرح بس الكمون ربع معنا حلو، بنزيد كمون نقمون شويه في قره شوية ملح ملح يعني ربع معلقة كذا بس. طبعا انت تسوي له ملح يوم تقليه ولا بدون ملح؟ لا مقليات بدون ملح. بدون ملح. هذا ثوم. ثوم طبعا الثوم لازم منه. الثوم عشان عشان الطعم. الطعم. طبعا الليمون. شوية فوق بس. زيت زيتون. ايوه. وبرضه زيت زيتون يعني. زيت زيتون مشاهدينا الكرام يحاول انه برضه أدخل معلقة من الخلطة. طيب تفضل كله مع بعض. كله مع بعض، شوية ثوم شوية كمون شوية ملح شوية ليمون شوية برضو يعني حاول انه شيف حسن طبعا خليه على جنب لقي حقه الصوي. الصوية هات ال طيب تفضل طبعا الصويا حق هذا معلقه زبادي او معلقه ونص زبادي او معلقه ونص زبادي معلقه ونص زبادي او معلقه طحينه معلقه طحينه ولا زيادتها معلقه بس معلقه واحده تكفي معلقه طحينه. مشاهدين كرام طبعا زي ما شفتم ايوه شويه زيت زيتون شويه زيت زيتون زيت زيتون يعني يدخل في كل السلطات صح؟ كل شيء سلطات ممكن يكون سلطه معصره نص معلقه ثوم بس لانه سوينا ثوم هنا كنت سويت هنا. طيب ثوم حايب سيتها ثوم بس قلت لي ما ينفع سيت معصر انا لا ما بيقع معصر معصر لا حق العصيد والشغل الهريس شغل ابو عبد الله شيخ عبد الله معلقه خل معلقه خل كل هذا يخلط مع بعض يخلط مع بعض ممكن باليد وممكن في الخلاط بس في الخلاط اذا كانت كميه قليله ممكن ما بيقع صح بيقى. يعني ممكن انك انت يعني اثناء تحضيرك للسلطات يعني تدندن مع نفسك ممكن ممكن شيف حسن اقول يعني ممكن انه من الفنانين اللي ترتاح لهم يعني
مين منكم من الفنانين نعرفه؟ والله ما حنرتاح لأيام الفنانين، بس نحب نسمع بس أبو بكر سالم. يا زين نفس الشيء يعني. في أغنية لها وضع خاطر عندك مثلا من الأغاني حق أبو بكر؟ ممكن صح. ممكن أي أغنية يعني تحب تسمعها دائما صح من أبو بكر سالم؟ أظن حق التقديم بس. طيب تفضل. طبعا نجيب هذا. ايوه هذه كلها يعني هذه كلها تكون طبعا جاهزه. ايوه طيب. ايوه بعدين نحط زيت زيتون. قلنا نحط لها زيت زيتون. نخلطها تنور يعني تخلطها تضربها. ايوه يعني تحاول انه يعني تميع الزيتون عشان انه ما يظهر. ايوه عشان اطرحهم فوق بس يعني تحاول انه يعني توزعوا عليها بالزاوية عليها بس عشان الطعم حلو يطلع عشان يطعم الطعم. اصبحت اسود ابيض. الباذنجان مسكين لونه اسود. بيضناه شويه. بيضناه يعني. طبعا الشيف حسن يعني حاول انه يبيض الجندال بلمسات فنيه يعني زي ما شفتوا بالزبادي والطحينه وبعض المكونات. لكنك انت ما قلت لي ايش من اغنيه اللي ترتاح لها ابو بكر سالم؟ ما الليلة ما بفكك. الله تكرم يا بفكك الليلة لما نعرف ايش الاغنية قبل ما نطلع يعني نهاية الحلقة يعني. والله كلها الاغاني حلوة. اغاني كلها حلوة. كلها حلوة. كلمات حلوة. كلها كلها ما شاء الله. المحضار حلوة. المحضار كله ما قصر. ما قصر. طيب شيف حسن شكرا لك. وممكن عاد في تزيين؟ طبعا شوي نزينها. ممكن نزين يعني قبل ما نختم الحلقة لازم نتزيين عشان زين. تطلع برضو حلوة. حلوة جدا. وممكن تحط لها طماطم؟ حطها طماطم. طماطم. الطماطم دائما يعطي صحه يعني يقولون الطماطم انه يرفع منسوب الدم في جسم الانسان يعني. الان تحاول انك ايش ترسم او ترسم في لوحه الطماطم ما شاء الله تبارك الله يعني رسمه روعه حلوه يعني يعني كانك تكتب سبعه وتكتب ثمانيه ما شاء الله. حلو حلو يعني حب خط نازل وخط طالع يعني عشان انه اخر حاجه تكون هناك يعني انه التشكيلة حلوة. ده ما شاء الله جاهزة ما شاء الله. أنا هنفتحها أكثر. يعني في ممكن تستخدم أي سكين في حق المطبخ ولا لازم تكون لا سكين رفيعة وتكون حادة أكثر فيها على أساس إن يعني إنك تقدمها بطريقة حلوة كأنها وردة ما شاء الله. وهي حبة طماطم بس على شكل وردة. وبالله عليك بالله عليك بالله عليك شوف اللي كأنه يعني بيرسم أو بيشكل وردة بيده ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف الطريقة يعني الحلوة والسهلة برضو يعني ممكن إنكم في البيت تتدربون عليها على أساس إنكم تزينون أطباق السلطة مشاهدين الكرام. وهي حركات وفنيات. الله إيش الحلاوة ما شاء الله. يعني شوفوا اللي الله يعني وردة بنص حبة طماطم طلعتنا وردة حلوة وتشكيلة جميلة. ممكن عاد ايش جزر شوية. ممكن جزر نص حبة جزر وبيحاول ممكن يشيل ده خلاص. ممكن برضو تشكيلات حلوة ولمسات حلوة وإبداعية ما شاء الله عليك. طبعا هذه اليوم سلطتنا جاهزة ما شاء جاهزة. الله على كده جاهزة ما شاء الله. طيب إذن مشاهدين الكرام صراحة زي ما شفتم متابعتم منذ بداية الفقرة الخاصة بالسلطات السلطة جاهزة وحلوة وتفتح النفس ما شاء الله تبارك الله. شكر موصول للشيف حسن صراحة اللي قدمها بالطريقة الحلوة وجزاك الله خير على ما قدمت وروعة في التنسيق وفي برضو يمكن يدوق برضو بس بدوقها بس إن شاء الله عشان إنه نخلي المشاهدين كرامهم يدوقون معانا إن شاء الله. اللي كانوا يتابعونا في عملية إعداد السلطة اليوم اللي هي بالباذنجان وشكرا للشيف مجددا حسن. ومشاهدين كرام طبعا الشكر أيضا موصول للراعي الرسمي بيت الجودة شركة بي ام سي المحضار. وبرضو أنتم مشكورين على المتابعة معنا في برنامجكم المطبخ الحضرمي والموسم الثالث. السلام عليكم.